شيك فام الإذاعة الأولى في تونس. صحيح اليوم تتويج هذايا للعملية الانتخابية ككل، لا أخفي الحقيقة سعادة الهيئة بأنها اليوم احترمت أجل دستوري يفرض علينا يعني إيجاد رئيس للجمهورية في ظرف ثلاثة شهور. ثلاثة شهور تنتهي اليوم، اليوم رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية. النجم نقوله أن تونس كانت وفية لدستورها وأتمت العملية انتهى في ثلاثة شهور. مسألة ألمانيا، تعرفوا أنه احنا اليوم في طور ابتدائي من القرار، المحكمة الإدارية هو في طور الابتدائي باش نستنفوه، وإذا كان يعني المحكمة الإدارية تمسكت بالقرار متاحها ما علينا إلا نعاودوا الانتخابات غادي في ظرف الشهر من سيرورة النتائج النهائية وبنفس المترشحين. احنا نتوقع أنه قد تتغير الأمور في الطور الثاني من التقاضي الإداري. حدث تاريخي، رئيس الجمهورية يؤدي اليمين، كلمة على الحضور اليوم، كيفاش تقرأوا المشهد اليوم؟ صحيح، هو اليوم الحقيقة قبل كل شيء هو يوم مش عادي، يوم تاريخي كما تفضلت أنت. هذه مش حاجة بسيطة اللي قاعد نشوفوا فيها، معناتها هذه سادس انتخابات في تونس. يظهر لي اليوم نجم نقولوا لتونس أنهت الانتقال الديمقراطي متاحة وبش تدخل في الانتقال إن شاء الله الاقتصادي والاجتماعي. اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه حاجة مش سهلة في العالم العربي وفي الأقلية في الجهة متاعنا. رئيس يدخل، رئيس يجي، ينتخبوا الشعب، تداول السلمي على السلطة، ومن بعد باش يتنقل الكارتاج للباساسيون. معناتها هذه ديما تكون نعيشوا في حاجة نعرفوها تاريخية وحاجة مهمة. نتمناو للرئيس المنتخب النجاح، التوفيق في مصلحة تونس وفي مصلحة البلاد. والله قراءتنا المشهد، احنا توا هذا كما قلت سادس انتخابات، قراءتنا المشهد اليوم فما باش تكون حكومه، باش تكون اغلبيه، باش تكون معارضه. احنا كحركه تحيا تونس باش تكون عندنا كتله، صحيح حجمها مش في انتظاراتنا وفي طموحاتنا، ولكن اليوم بعد اللي صار وعلى مستوى معناتها الانتخابات، تحيا تونس باش تكون ممثله بكتله محترمه في المجلس، باش توصل صوتها، باش تكون موقعها الطبيعي في المعارضه، وباش تكون كتله بناءه، كتله صوت الحكمه، باش تعمل مقترح حات على مستوى الاقتصادي والاجتماعي، وباش نخدموا على رواحنا في اطار مصلحه البلاد. حضوركم اليوم في الجلسه العامه ومساهمه المحامين تقعد ديما متواصله بالنسبه لتونس. بطبيعة الحال هو يوم ممتاز بالنسبه للوطن، بالنسبه للجمهوريه التونسيه، يوم تنصيب رئيس الجمهوريه المنتخب والذي يعني تحصل على شرعيه شعبيه هامه وهامه جدا، وستوفر له كل اسباب يعني النجاح من خلال المبادرات التي سيتخذها، سواء يعني لخدمة كل ما يهم الوطن، سواء يعني من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية، وكذلك بالنسبة لنا نحن معشر المحامين ما نهتم بمرفق العدالة، نريد أن يقع الاهتمام بالمحاكم، بالبنية التحتية للمحاكم، بالقوانين المنظمة لمختلف المهن القضائية، وخاصة يعني القانون الأساسي لمهنة المحاماة. نريد أن يقع انتقال حقيقي في مرفق العدالة وفي العمل القضائي،
لما فيه خير الوطن، خاصة وأن المقولة يعني السائدة تفيد وأن العدل هو أساس العمران. أعتقد أنه ثم نقاط مهمة اليوم تتعلق باستمرار الدولة طبعا، والحقوق العامة والحقوق الخاصة، وأعتقد أنه هذا شيء إيجابي جدا، لأنه يعني الدولة التونسية في وضع استمرار، وأنه لا خوف على الحقوق الفردية والحقوق العامة. ونحن طبعا اليوم كنا حاضرين، واللي يهمنا نقوله أنه إن شاء الله يتوافقوا الناس اللي تو الآن يشدوا الحكم، السيد رئيس الجمهورية طبعا والحكومة اللي مش تجي، ولكن المهم في النهاية هي النتائج، وأعتقد أنه يلزم الناس كل يتعاونوا باش النتائج تكون إن شاء الله في مستوى الطموحات. شوف أهم شيء في اللي قاله هو إن شاء الله ينفذوا، حكي على جملة من المسائل تتعلق بتطمين الناس على الحريات، حقوق المرأة، المكتسبات، حكي على مقاومة الإرهاب وعلى الدولة القوية، حكي على الدولة القوية زادة في فرض القوانين، حكي على الدولة زادة اللي تحمي المال العام، قال خطاب إن شاء الله يمارسوا على أرض الواقع، ونحن معاه كل مرة فيه معناها رغبة حقيقية في كون يبدل الصورة الجانب السيء على الأقل في صورتنا التونسية، معناها اللي هي متاع الفوضى والمصالح والمحاباة والمسائل هذه، فما ينجم يكون كان في صفه معاه طبيعة الشيء في المواقف هذه، إن شاء الله ينجح هذا ما نتمناه له لمصلحة تونس. خطاب رئيس الجمهورية هو خطاب شخصية غير معروفة كثيرا للتوانسة، أي آراءها غير معروفة داخل تونس وخارجها، وبالتالي بقى رئيس الجمهورية في المبادئ العامة، وهذا مفيد بالنسبة لرئاسة الجمهورية، لأنه ندخل مرحلة جديدة بشخصية هي رمز الدولة، يحتاج الشعب باش يعرف آراءها، والعالم أيضا باش يعرف آراءها باش يعرف يتعامل معها. وأظنه وفق في التأكيد على مجموعة من المعاني الأساسية والمبادئ كحماية الدولة وحماية الدستور وحماية الديمقراطية وحماية مكاسب المرأة ومقاومة الفساد وعلوية القانون وحيادية المرافق العامة، كل هذا وفق فيه، وهذا شيء إيجابي معنا. حركة النهضة وصعوبة تشكيل الحكومة، لا يمكن الآن الحديث على صعوبة ولا سهولة، لأننا لم نبدأ عمليا في هذا الموضوع. هذا الموضوع يصبح رسمي عندما يعين رئيس الجمهورية، يكلف الشخص الذي تقترحه عليه حركة النهضة، يكلفه رسميا مع منتصف نوفمبر بتشكيل الحكومة، وقتها تبان المواقف النهائية للأحزاب. حاليا الاتصالات الأولية التي أجريناها كانت مفيدة، وباش نواصلوا في الاتصال بأطراف لم نتصل بها بعد وحتى أطراف اجتماعية، ونحن نطرح برنامج، نريد حكومة برنامج قبل الحديث عن الأشخاص. وبطبيعة الحال بعض اللي أكدوا على أنهم يحبوا وزارة كذا وزارة كذا، كل واحد يطلب هذا، هذه الطريقة متاع مش حكومة مهام وحكومة برنامج، طريقة متاع محاصة لا نرتاح إليها. احنا نطرح برنامج، واللي عنده استعداد وإن شاء الله نلقوا الناس مستعدة شراكة، بعد ذلك ننظر في من هو أقدر على القيام بالمهمة هذه أو الأخرى.